استمرت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 2 والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية بمشاركة أكثر من 600 مقاتل لكلا البلدين. وقد تضمنت المراحل التمهيدية للتدريب تنظيم العديد من الأنشطة العملية للموضوعات والأهداف التدريبية التي يتم تنفيذها، والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة المستخدمة والمهارات الميدانية والتكتيكات والرماية، كما يتم تنفيذ عدد من القفزات التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة وعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.